ننتقل لشبابك نشوف الإجراءات. يلا والله هاي بالبصمة. نعم هاي حاسبات الإدخال مرقمة، هاي حاسبة الطابور اللي توزع على الحاسبات. نعم. كل حاسبة لها عدد من المعاملات. أبو الطابور بدورة المعاملة إذا بيها نواقص يرجعها، إذا نقص واجهة أو نقص ختم من أختام لجنة الاختبار يرجعها تكمل المعاملة، يلا يستلمها. من يستلمها منها راح يوزعها على الحاسبات بالتساوي. كل حاسبة قد يوقع عليه يعني 30 40 50 معاملة ويقسمها على الحاسبات. والحاسبات مثل ما عرفتي على تسلسل الطابور. ورا ما يخلص هاي المحطة منها. نعم محطة التصوير. هاي محطات التصوير. هاي كلها محطات إدخال البيانات. نعم. هاي أربع محطات إدخال البيانات، يخلص المواطن منها إدخال بياناته. نعم. الفايل التقائي راح يروح على حاسبة التدقيق اللي هنا معقد وضاح، تدقق المعاملة مباشرة راح تتحول للمرحلة الثانية اللي هي الفحص الطبي والنظري. ترجع مرتفعة. إذا بيها خلل يرجعها من يمن الإدخال. نعم. أو يرفضها للمعاملة. المعامله ما بيها خلل مطابقه للمواصفات والشروط القانونيه يحولها على الحاسب اللي تليه اللي هي فحص الطبي والتقني. نعم. مرحلتين، لان راح تندفع المعامله من هاي المرحلتين تتوجه لمرحله الرسوم اللي هي المرحله النهائيه. نعم. فالمواطن احنا مخليه ما يتجول بالدائره وما يعاني من السؤال، فمخليه شغله كله محصور بقاعه واحده، يسلم المعامله مالته باول محطه تنتهي باخر محطه. نعم.